يا سيدي وزارة النقل حقيقة أنت تعلم أنه تعاقب عليها 5 وزراء نقل خلال 2 أو 3 سنوات، مما يدل على فشل هؤلاء الوزراء للأسف الشديد في حمل ملفات وزارة النقل. حقيقة لديها مشاكل كبيرة جدا، ومن ضمنها هذه المشكلة. الوزير المصري أنا أعرفه عن قرب، هو صاحب قرار وصاحب عزيمة، أتمنى أن لا يخيب الظن أو يخيب ظننا فيه، وأن يحل هذه المشكلة على أسرع وجه، وأن يكون عون لهذه الشركة وداعم حقيقي، لأنه هذه الشركة في يوم من الأيام كانت معيشة 400 إلى 500 أسرة أردنية، وشركة يعني شركة ناقلة محترمة، إحنا بندعمها وبنوقف إلى جانبها من أجل الموظفين اللي فيها، وهذا يعني أيضا يعني يعتبر استثمار، وفي الأردن لا يجوز التفريط فيه بهذه السهولة. الوزير المصري أنا من الوزراء الذي أثق فيهم، أتمنى علي إن شاء الله الوقوف إلى جانب هذه الشركة والتنسيب لمجلس الوزراء بدعمها بقرض مستعجل برهن الأراضي التي تملكها هذه الشركة، وإن شاء الله إنه ما بيخيب ظننا فيه.